ناس كتير بتسألني ايه اللي خلاكي تشتغلي شغل المعارض والبازارات والحاجات دي، والحقيقة الإجابة أعمق مما تتخيل. طبعا أهم هدف إنه الستات بشكل عام والشباب يشتغلوا يكسبوا يبقى معاهم قرش في إيديهم، ما تتحوجش لحد وما تذلش نفسها لحد. 270 ساعة إنما زليتك يا لطفي. احنا عندنا شباب وستات عاملين مشاريع عالية الجودة، مشاريع ناجحة جدا ومتميزة جدا قوي. شوي. ايوه يا فندم، احنا قررنا ان احنا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق، هنربيها، الكتاكيت تكبر هتبيض، البيض هيفقس هيطلع كتاكيت، الكتاكيت هتكبر هتبيض، البيض هيفقس يطلع فراخ. ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس، مشروع يجنن. التارجت بتاعنا انه الستات الشيك اللي بيحبوا يخرجوا الصبح كده ياخدوا الكافي، التجمع مصر الجديدة مدينة نصر، الناس الراقية دي، ياخدوا كافي في مكان، يتغدوا في مكان، يعملوا شوبينج في مكان. احنا عايزين الناس دي لذيذة الشيك دي اللي بتحب الخروج والفسح، تحب تبسط نفسها، تجي لنا تقضي اليوم ده كله معانا، وهيقدروا يعملوا كل ده في يوم واحد وفي مكان واحد. يعني خلاص يا أمينة؟ أيوة يا سيد سيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير عمر؟ أبدا يا سيد سيد، ده أول مرة وحياة الحسين يا سيد سيد. اخرجي. انت هتيجي عندنا هتشوفي ستايلات جديدة ومختلفة تماما من الشياكة واللبس الكلاسي، وهنعرف نظبط لك الشياكة ونعمل لك ستايلنج من فوقك لتحتك. هتشوفي ستايل مختلف تماما عن اللي انت متعودة عليه. بالنسبه للاكل، لا ما اقولكوش طبعا، اطعم واحلى اكل ممكن تدوقوه في حياتكم موجود عندنا طبعا. يا سيدي حلوه. اشربها. احنا جايين بتقولنا بقى، يعني بشياكتنا بأناقتنا برونقنا بكامل رونقنا، وهننبسط بقى، بس هننبسط بشياكة. لا العنوان ما يتوهش بقى، يعني كل الستات الشيك حافظينه صم، بارك مول التجمع الخامس جنب الجامعة الأمريكية، ما يتوهش خالص. رحت فين يا سنوسي؟ يا سنوسي؟ باي باي 2020.